فأظن أنه زملاء الأساتذة والأستاذات كذلك هم مجموعة من الناس يضحون بشكل ملحوظ بالنسبة لخدمة هذا الوطن عن طريق تكوين الأجيال الصاعدة. طبعا لا يمكن أبدا أن نسقط في نوع من التجميل لهذه المجموعة ككل، فهي كذلك مكونة من ناس يستحقون التقدير، ويمكن بعض منهم أتمنى أن يكونوا قلائل يمكن أن يلاحظ عليهم مجموعة من الأمور، والفضائح التي سمعنا عنها الكلام مؤخرا تدل على ذلك. فنتمنى أن يكون هذه الظاهرة ظاهرة محدودة، لا في الكم ولا في مستوى الفترة التي نمر منها. لما يبقى أنه مهما كان من أمر علينا جميعا أن نقدر أولا أفراد أسرة التعليم برمتها بجميع مكوناتها، وأن نسعى إلى تحسين مردودية هذا التعليم بالنسبة لأبنائنا الصاعدين في الحياة والذين يسيرون دراستهم. أولا كمل لله ما كان من أمر، من دون شك أنه ملاحظات كثيرة توجه إلى طريقة تكوين المكونين، ولكن نحن يمكن أن نعتبر أننا ما زلنا في بداية الطريق، لأن ولو أننا هذه أزيد من تقريبا 70 سنة ونحن حصلنا على الاستقلال وخضنا في قضايا التعليم، فقضايا التعليم هي في تطور مستمر، وبالتالي لابد أن يكون هذه المهنة تتطور بالسرعة التي يتطور بها العالم بأسره، وسائل التلقين ووسائل التعلم وسائل العلاقات مع التلاميذ إلى غير ذلك من الأشياء. ففي هذا الباب لا نقنط من رحمة الله. سؤال عويص لا يمكن أن أجيب عليه دفعة واحدة، أظن أنه لابد أننا نفكك أوضاع التلاميذ ونفكك كذلك أوضاع المدرسين لنجد نقاط الانحراف إن كانت هناك نقاط انحراف، فهذا أظن ناتج عن تطور المجتمع بنفسه، ونلاحظ أشياء مثلا يندى إليها الجبين في مجتمعنا كما نلاحظها في مجتمعات أخرى. هذا لا يبرر أبدا ما يحدث ولا يبرئ ذمة أي كان، إنما هذه من الأشياء التي أصبحنا نلاحظها، لا سيما أن وسائل الإعلام أصبحت تسير بأسرع من سرعة البرق. التفاوت هو ناتج عن كون فرطت دولتنا فيما يخص هذا الميدان المتعلق بفتح المجال أمام التعليم الخصوصي. التعليم الخصوصي هو مبني أساسا على الربح، وبالتالي لا يلجه إلا من وصل إلى مستوى معين بالنسبة للدخل الفردي وبالنسبة لدخل الأسرة. هذا تمييز متنافي مع أحد يعني الشعارات التي رفعناها غداة الاستقلال، قلنا بأننا سنوحد وسنعمم وسنقوم بعدد من الأشياء من هذا القبيل. مع الأسف هذا ما حصل شيء، حبذا لو عملنا كما تعمل ألمانيا. ألمانيا تمنع منعا كليا التعليم الخصوصي. هنا قلنا بأنه نظرا لضعف الإمكانات المتاحة للدولة يمكن أن نفتح الباب أمام الخواص ليكملوا ما لم تستطيع القيام به الدولة، ولكن يبدو أن هذا كان حساب خاطئ في نهاية المطاف. جوابا على السؤال ديالكم، يأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية بامتياز في إطار تكريس واحد التقليد بهذا المركز بتنظيم أيام دراسية ودروس افتتاحية ذات بمضمون هادف نستدعي إليه شخصيات وطنية وأساتذة باحثين وجامعيين لتقديم درس في يعني تتمحور حول ظاهرة معينة أو لا حول موضوع ذي أهمية بحال الموضوع ديال اليوم اللي احنا كنستدعينا ليه فضيلة الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي
باعتباره شخصية وطنية فدة، سبق له أن مارس الشأن العام كأستاذ التعليم العالي وكوزير للتربية الوطنية سابقا. وبهذه المناسبة نريد أن نركز على مهنة الأستاذية، تكوين الأساتذة. فحنا في هذه المراكز المهمة ديالنا هو تكوين أساتذة المستقبل اللي غيتولوا اللي غيبسموا تاريخنا التربوي في المستقبل. وهذا الموضوع بغيناه يتعطى له الأهمية التي يستحقها، على اعتبار أن الأستاذ هو في محور العملية التنموية الحقيقية لأي بلد تروم يعني الارتقاء أو الاستثمار في التنمية البشرية في البلد ديالها. وبذلك نتمنى أن يحظى هذا الموضوع الذي هو شأن الجميع وشأن مجتمعي بامتياز كما أقول دائما، وهو القنطرة الوحيدة التي توصلنا إلى التلميذ الذي هو هدف اللي كتخدم عليه أي منظومة تربوية، يعني أي منظومة تربوية بصفة عامة. طبعا تظاهرت اليوم في إطار هذا الدرس الافتتاحي أو الدرس نعم الدرس الافتتاحي الذي ينظمه اليوم المركز الجامعي للتربية والتكوين دار الأسطات، يأتي في إطار طبعا أو مواكبة كما جاء في الشعار، مواكبة لتنزيل يعني النموذج التنموي الجديد الرامي للاستثمار في الرأسمال البشري، وخاصة من خلال ارتقاء بتكوين المدرسين وحفزهم. نعمل جميعا على أن الوزارة الوصية الآن من خلال يعني الحكومة الجديدة أصبحت لها تسمية جديدة وهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. أكيد أن التسمية لها ما لها وعليها ما عليها، بل أنها تراهن على إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، إعادة الاعتبار للتعليم الأول الذي يعتبر هو الأساس، هو القاطرة، هو انطلاقه، وكذلك الأساس وهو الرأس البشري وهو العنصر الأول والأساس المحوري وهو الأستاذ. أي أن العمل على يعني حفز الأساتذة، على إعادة الاعتبار للأساتذة، على تجديد التكوين والتكوين المستمر والقيام، مجموعة من المجهودات الإضافية والجديدية بالإضافة إلى الإصلاحات طبعا التي راكمتها وزارة التربية الوطنية على المدى عقود، أن هذا هو الهدف وهذا هو التي الغاية المنشودة، أي أن نستثمر حقيقة في الرأسمال البشري الذي هو الأستاذ. أكيد أن المراكز الجهوية لمهارات التربية والتكوين تلعب أدوار طلائية في إطار التكوين، في إطار التكوين المستمر، كذلك في إطار الجديد، في إطار المهننة، وفي إطار حفز يعني المكون الأساس وجعل يعني الأساتذة يعني يتوفرون أو يحملون رسالتين، ثم أنهم يؤدون مجموعة من الوظائف المنتظرة داخل المجتمع. أكيد أن اختيار العنوان أستاذ المستقبل الذي سيلقي درسه افتتاحي معالي وزير التربية الوطنية سابقا مولاي إسماعيل العلاوي جاء ليؤكد هذا الرهان الذي تراهن عليه الوزارة التربية الوطنية، على أننا نحن جميعا مجتمعا وفئات مجتمعية ومختلف الشرائح المجتمعية جميعا نراهن على الأستاذ، على أستاذ المستقبل، وإعادة الاعتبار كما قلنا للمنظومة التربوية وللمدرسة المغربية التي تصنع الأجيال وتصنع مجموعة من المعجزات على المستوى التربوي وعلى المستوى التعليمي والمستوى العلمي والثقافي.